اهلا بيكم في اول حلقه من برنامج بريك داون. وبريك داون يعني تفصيل وتحليل وتكسير لكل حاجه في المشهد. وهنبتدي النهارده باول حلقه لريفيو كل شيء مزيان لمروان موسى برود باي موبنش. موبنش هو بروديوسر مغربي اشتغل مع رابرز كبار في المشهد المغربي زي ستورمي وزي ال اي. والتراك ده هو اول اصدار من اي بي كازا كايرو، واللي مروان اعلن انه هيبقى اي بي من بروديوسرز مغاربه بس، وهما موبنش وحس. ودي حاجه جديده شويه ان احنا نشوفها، ان مروان يبقى بينزل على بيتات بروديوسرز تانيين من بلد تانيه وبفكر موسيقي مختلف. فخلونا نقول البوينتس اللي عندنا ونطلع كام ايستر ايج مخفيه، فيلا بينا. كليب من اخراج كويفيا، وكويفيا هو مخرج ليبي اخرج كليبات لرابرز من المغرب العربي والخليج. تحيه الباكو جانج الاسره، قول لهم اني لقيت البوصله. اوكي، مارو لقى البوصله. طبعا احنا كنا عارفين ان مارو كان بيضيع حاجات كتير، البوصله والخريطه والمفتاح. وهنا هو بيبدا التراك بتحيه وريسبكت وبيطمن عيلته اللي هو خلاص لقيتها يا جماعه، كانه اللي هو خلاص طريقه اللي كان بيحاول ان هو يدور عليه وكان تايه هو خلاص وصل لوجهته. رجلي زي الكوره، اهم حاجه عرفت دورك، البنت اموره لسه طافيه الاباجوره. اهم حاجه عرفت دورك، مش عارف ليه حسيتها قريبه من دورك جاي شويه او مرميه عليها. والبت اموره لسه طافيه الاباجوره، والاباجوره هو لقب مروان قاله على ابو الانوار في البيف اللي فات. كل شيء مزيان، ايه المطلوب؟ مدى دي تدوب على لساني، هبه تمام. عجبني الفلو في الحته دي هنا، فكره ان احنا نستخدم مصطلحات من اللهجه المغربيه زي كل شيء مزيان، فمع البيتات هي دي هيبقى الطابع بتاع الاي بي الجاي. ومش عارف ليه مروان كيفه ان هو يخلي القاهره اي حاجه ثانيه، يعني في الالبوم اللي فات قلبها فلوريدا والمره دي عامل كذا كايرو، وهو اصلا من الاسماعيليه، فانا مش فاهم ايه بقى، ما تخليك في بلدك يا اسطى. طب على لساني هبه تمام، ولا انتوا كيوت سايبكوا تلقحوا كالعادي، شغل نسوان. عجبني قوي فايب التراك والبيت اللي فكرني بتراكات قديمه زي بيروت من البوم بالمناسبه مع عباسكيات، وزي فاول، ودي تراكات لن يعرفها جيل الايباد، بتفكرني بمروان موسى بتاع 2017. كان ليه نيك نيم زمان اسمه حسين فهمي، ما اظنش ان في حد من الفانز دلوقتي يعرفه غالبا. خش في دوامه يا معلم، ركز قدامك يا معلم، زميلك برياله يا معلم، مجال مش مجالك يا معلم. هنا البيت دخل بحته شرقي شويه في الكورس، وده مقبول، وكان هو ده الحته بتاعت القاهره اللي موجوده جوه مزيكه كازابلانكا. وصلت بالحاجه يا معلم، اتطمك دعيالك يا معلم، حاول تتمركز وتركز في براندك واداره اعمالك يا معلم. البارات دي حاسسها على ابي يوسف شويه، فكره ان انت محتاج تركز في الخطط بتاعت البيزنس بتاعك وتجدد شويه في التراكات، مش كل شويه بعد البيف تنزل نفس التراك بتاع كل مره. وفي نبره الصوت عندك حته الحزق، بسمعها في ادائك يا معلم. موضوع الحزق ده برضه راجع على ابي يوسف. راجع من السما انا نازل اركبك، نفسي تسترجل بس فاقد الامل، طلعت والطريق. لو تاخد بالك في الفريم ده على الشمال مكتوب على الحيطه هو ده كريم انزو اللي انا بحبه، ودي متاخده من البار اللي كان في تراك بلوجا. شاحن الذهب مثل دماغي اللي ساحت الجبل، مبروك برو انت سقطت من نظري ايه ومفيش ملاحق تلحقك. البار ده فيه ورد بلاي صايع، فكره ان انت سقطت من نظري فانا ما بقتش ببص لك بنفس الطريقه، في نفس الوقت انت سقطت فمفيش فرصه انك تملحق. ودي فكرتني ببار قديم لابي يوسف كان ليه نفس الفكره في تراك هو السمايلي فيس بتاعي شكله كده. طلعت وطري مش عارف السبب، امثل الخزنه قوم شاحن الذهب، مثل دماغي اللي ساحت في الجبل. ومثل دماغي اللي ساحت في الجبل فكرتني برضو بتلاجة لدماغي عشان ساحت، مثل نفسيتي عشان ارتاحت. وده اللي مخليني حاسس ان مروان مش واخد البارات دي كسرقه، هو بشكل ما بينكشه زي ما جوكر قال له بقلب جملك عليك كانها تلاميذك. مجال مش مجالك يا معلم، ايه ناس عايزه خناقه يا معلم، الناس دي زهقانه يا معلم، وصلت بالحاجه يا معلم. الناس عايزه خناقه يا معلم، الناس دي زهقانه يا معلم. هنا هو بيتكلم عن ان السين بتاعنا ما بيتحركش غير بالبيفات والدسات والكلام ده، وان الناس دايما بتبقى عايزه الخناقات دي عشان السين ممل، وهي دي الحاجات اللي بتفوقه. انت امك دعيالك يا معلم، ايه انا هدخل في كلام مكتوب على الحيطه اللي ورا، انا حاولت القطه وهقول لكم اللي انا عرفت اجيبه. يعني دلوقتي بقت حابب كده اكتر، مشاعر كتير بنجرحها من غير ما نقصد، انما بالقصد بقى، بعدين حط سمايلي فيس، ماليش دخله وانت مالكش مخرج، صباح الخير، كل ده ما كنتش جد، تخيل. يعني بحاول افهم الفكره، مش فاهمها قوي، بس هي معموله عشان تبقى في الديكور كان في جواب مكتوب على الحيطه وراه. يعني انا هدخل المول مع المزه متنكر بكمامتي نتفسح الدايره، هاخدها فيكتوريا لو عارفه اسرارها هتقول ولا تحور عليا. اوكي، هما البارين دول فيهم وورد بلاي بتاع فيكتوريا واسرارها اللي هي فيكتوريا السيكريت، بس انا خدت بالي من حته غريبه، ان الكليب في البارين دول الليب سينك مش ماشي مع التراك،
كأن البراد دي كانت حاجة وبعدين مروان موسى غيرها فسابوا الكليب زي ما هو بس عملوا له حتة لاج وحطوا له شوية افكتس عشان تبان انها ماشية معاه. في ناس كتير ممكن ما تلاحظهاش بس انا لما دققت في الكليب شوية خدت بالي منها سواء هي مقصودة ولا لا بس انا حسيتها غريبة. ليلك تهيل رغم انك لا شيء انا شايفك قاعد ترمي في كلام. اوكي اللقطة دي فيها كذا حاجة. دلوقتي فوق في كلمة ابو وبعدين بلور فمش باين ايه اللي مكتوب بعدها ومكتوب هو ده كريم انزو اللي انا بحبه تاني ومحطوط وش عليه 2 اكس وابتسامه بدل 2 اكس وتكشير. وبقيه الشعارات بقى بتاعت مروان جانج وراس مال وابن السيوف ووني والكلام الجميل ده كله والمثل مليان لعائله راس مال كلها. سوري انا اسف على الفصله ايه بكسر الباب ما يعصلك ايه مين انت مين انت اصلا ايه انت مصير انت فقره انت مصير انت فقره. حسيتها ممكن تبقى مرميه برضو على ابو الانوار لان هو ليه اي بي اسمه فقره الساحل. بس في النهايه وبعيدا عن كل النكش ده النقطه الاساسيه اللي مخليها التراك ده عجبني هو البيت. الانتاج من مو بنش عجبني جدا والفلو القديم بتاع مروان موسى كان وحشني فعلا وده كان من اوائل التراكات اللي انا سمعتها لمروان موسى وبنفس الفلوهات شويه اللي كانت في تراك فاول والديليفري اللي كان في مالي دي هيدن جيمز الميم ميم ارجعوا اسمعوها هتعجبكم جدا. ايه وهنخش في دوامه يا معلم ايه ركز قدامك يا معلم ايه زميلك برياله يا معلم ايه مجال مش مجالك يا معلم إيه؟ حتى بار هنخش في دوامه يا معلم ممكن يرجع على تراك قديم لمروان موسى نفسه اسمه الدوامه كان مع دوشه. واخر تحنيكه بقى زميلك برياله دي ممكن تبقى مرميه على ابو الانوار. يلا عمال اوزع في نكش كل مره اقوم قايل ده نكش ده وده نكش ده الله انا مبسوط بنفسي يعني. وحاجه كمان لفتت انتباهي هو ان مروان في لقطات كتير كان لابس صيفي فده معناه ان الكليب ده خلصان من الصيف. فهل المشاكل اللي بينه وبين ابو الانوار لو كانت اتحلت بعد اعتذاره كان مروان هينزل التراك ده ولا هي اصلا ما اتحلتش؟ واسيبكم مع نظريه المؤامره دي ممكن نتناقش فيها تحت في الكومنتس. وانا القاكم في فيديو اخر كان معكم فارس من رابسين. مع السلامه.